هذه الآية الثانية. الآية الثالثة قول الله جل وعلا: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هذه من أعظم آيات العظات في كلام الرب تبارك وتعالى، وذلك أن الموقف بين يدي الله جل وعلا موقف عظيم إلى أبعد حد، لا يمكن أن يتصور مثله، والله جل وعلا أعلم بما سيكون في عرصات يوم القيامة، وأعلم بحال خلقه حال وقوفهم بين يديه. وهو تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن هداية ورحمة وإشفاقا منه جل وعلا على خلقه، فكان بدهيا أن يضمن في القرآن أعظم ما يعظ الناس. والله جل وعلا أخبر أن هذا القرآن تتشقق له الحجارة الصماء والجبال الصلداء، وأنه لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهو هنا جل وعلا يحذر خلقه ويخوف عباده قائلا سبحانه: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. أحيانا يكون الموقف لا يستطيع معه الإنسان من عظمته وخوفه على نفسه وإشفاقه مما قدمت يداه أن ينصرف جاهه أو ماله أو فضله أو إحسانه أو لسانه أو بيانه إلى أحد من الخلق ممن حوله، لا أمه ولا أباه ولا إخوته ولا من نصره في الدنيا. حتى قال بعض المفسرين إن إبراهيم خليل الله، وهو الذي نعته الله جل وعلا بأنه كان أمة قانتة لله حنيفة، هو نفسه عليه السلام كما صح بذلك الخبر يقول يوم القيامة: نفسي نفسي. فإذا كان مثل هذا بصلاحه وتقواه وإمامته للناس وفضل الله جل وعلا عليه وقول الله تبارك وتعالى عنه: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يقول يوم القيامة: نفسي نفسي، فما عسى أن يقول غيره. والمقصود من هذا أننا جميعا ما زالت أرواحنا في أجسادنا، وباب التوبة إلى الرب تبارك وتعالى مفتوح، ولن يخلو أحد من خطأ أو زلل أو أمر يقوم به بينه وبين الله جل وعلا، لكن الله تبارك وتعالى أرحم من سئل وأكرم من أجاب وأفضل من قبل دعوة من يتوب إليه. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يقبل العفو ويعفو عن الجريرة ويقبل التوبة من عباده، وهو يقول هنا عن ذلك اليوم: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تبحث عما يخلصها، تبحث عما ينجيها، والله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والإنسان العاقل الفاهم المدرك لخطاب الرب تبارك وتعالى يدرك أن هذا سيقع لا محالة، لا بد أن يقع هذا اليوم، لا بد أن يخرج الناس حفاة عراة غرلا بهما لا يملكون من حطام الدنيا ولا متاعها شيء، يخرجون كما بدأ الله جل وعلا خلقهم أول مرة، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يلجمهم العرق وتدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزع الصحائف، ويقف الخلق جميعا بين يدي الله، يتذكر المرء آنذاك ماضي أيامه وغابر أزمانه، ثم يعطى صحيفة يرى فيها كل ما قدمت يداه، كما حكى الله جل وعلا عن أهل الظلم وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وصوره الله جل وعلا بأعظم الصور يوم أن قال: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فمن لجأ إلى الله جل وعلا ما دامت روحه في جسده أكثر من الاستغفار، والله جل وعلا يقول: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، أكثر من التوبة، والله جل وعلا يقول: هو الذي يقبل التوبة عن عباده. ومن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وخف ظهره من مظالم الناس، لا في دينار ولا في درهم ولا في دم ولا في قول ولا في فعل، ولم يكن له خصومة بينه وبين أحد من الخلق يوم القيامة، وإنما تخلص من ذلك كل، هؤلاء سيكونون أسعد من غيرهم يوم القيامة. وإن كان قول الله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها واقع لا محالة، مهما كان عمل المرء، مهما كان فضله، مهما كان إحسانه، سيجادل عن نفسه ويناحي عنها، لأن الإنسان لا يملك شيئا أعظم من نفسه
ينافع عنه، وهذا أمر مغروس في الصدور. جبل الله جل وعلا عليه الخلق، ويوم القيامة من كرباته أعاذنا الله وإياكم من تلك الكربات لا ينظر المرء إلى من حوله. لما قالت عائشة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن الناس يحشرون حفاة عراة، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، والله يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم إنا نسألك بعز جلالك وكمال جمالك أن ترحم وقوفنا بين يديك. ثم قال جل ذكره يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى أي تعطى كل نفس ما عملت كاملا وهم لا يظلمون، أي لا يمكن أن يظلم الله جل وعلا أحدا من خلقه. والرب تبارك وتعالى منزه عن الظلم، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، بل إن الله جل وعلا لو لم يرحمنا لدخل الخلق كلهم النار. إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، بل إن الله جل وعلا لو لم يرحمنا لدخل الخلق كلهم النار، لو لم يرحم عباده لدخل الخلق كلهم النار، لأننا لو عبدنا الله جل وعلا ليلا ونهارا لما أدينا شكر أي نعمة من نعمه تبارك وتعالى علينا. نسأل الله جل وعلا أن يستر الحال ويغفر ويصلح المآل ويغفر لنا ولكم، إنه جل وعلا الكبير المتعال.